إذا السلام عليكم مشاهدي محمدية بريس، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. كنقلوا لكم مباشرة، كنقلوا لكم الساعة الآن تشير إلى الرابعة من يومه الثلاثاء 20 أكتوبر، مباشرة من شارع الحسن الثاني. كما كتشوفوا هذا التلوث الحاد، هذه شركة ديال وزير المنطقة حتى هي عدد من الشكايات اللي كنتوصلوا بها اليوم بالصدفة، وحنا دايزين من شارع الحسن الثاني كنشوفوا هذا التلوث الحاد. حنا غادي نقربوا منه، اذا كما كتشوفوا بالصورة حنا في بث مباشر الان من مدينة المحمدية شارع الحسن الثاني. هذا التلوث من بعد ما التلوث اللي كان ترصد هذه تقريبا واحد 20 يوم بوزين جلد، ها هو تلوث اخر في صمت، في ظل صمت المسؤولين بمدينة المحمدية. اذا التلوث هذا كما كتشوفوا به الصورة، اذا كما كتشوفوا به الصورة اذا هانتوما شوفوا الدخان فين كيوصل، هانتوما حي لاكريب كيمشي حتى القصبة، هاد الادخنة هادي كما كتشوفوا به الصورة. اذا مشاهدينا كنتواجدوا قدام لوزين ديال المنطقة بمدينة المحمدية على مستوى شارع الحسن الثاني. شوفوا الدخان اللي كيخلف، اللي كتخلف هاد الأصعدة النارية بهاد الشركة هادي. إذا هذه هي مدينة الزهور، هذه هي مدينة المحمدية كما كتشوفوا بالصورة. إذا هذه هي مدينة المحمدية، إذا كما كتشوفوا بالصورة تلوث حاد. اش غتقول لي ناجي؟ إذا هانتوما شوفوا دابا هذا الشارع الحسن الثاني بمدينة المحمدية، تلوث حاد. إذا كنتمناو الآن من عمالة المحمدية، كنتمناو من السيد العامل، كنتمناو من رئيسة الجماعة، كنتمناو من مجلس العمالة، مجلس الجهة، أنهم يتدخلوا على قبل هذا التلوث الحاد اللي في مدينة المحمدية. وهذا نموذج آخر، نموذج مؤسف صراحة، وحنا كننقلوا لكم في هذا البث المباشر. نعاودوا نذكركم الساعة الآن تشير إلى الرابعة وخمس دقائق، الرابعة وخمس دقائق. إذا أنا شفته من بعيد، قالوا لي راه كيصور، وقفوا هذاك الشيء، ها هما دابا وقفوه، دابا ها هما الشركة هما وقفوا هذا الشيء، ولكن غادي غير نمشيو حنايا، غادي يعاود يرجع هذا التلوث. إذا هذه رسالة واضحة للمسؤولين بعمالة المحمدية باش يوقفوا على هذا التلوث الحاد بمدينة المحمدية. إلى اللقاء.